إن شخصيات هذا العمل هي محض خيال بحت ولا تمت للواقع بأي صلة. بس الشباب ومثل مو شايفين جرؤوا بالنوم وبحر كتير بأفكاره. ومنصوب علي خلف الخضار. خلف الخضار مثل مسلسل راجمي مسلسل كثرت حالات النصب وغادت منتشرة بشكل حيوان شكل. لم يترك النصاب طريقة ابتكرها لتنفيذ غايته إلا أن الملفت والغريب هو إتباع صاحب الحق نفس الأسلوب، أسلوب النصب لتحصيل حقه متغاضيا عن القانون والنتائج التي قد تترتب على ذلك، يجد نفسه فيما بعد يواجه نفس المصير. نفس المصير، المصير مصير مصير كمان مصير فلان طبعا راجل إنسان مصير. المصير اصطياد شبكة دعارة. سيدي دعارة. أهلين. أهلين. أنا جاي أعتذر منك على اللي صار اليوم. صفاء الله خلص عيني مقبول اعتذارك مقبول خلص. سيدي يا ريت تقبل مني هالوردة اللي ريحتها غير شكل عربون اعتذار مني لك. صفاء مقبول اعتذارك باخذها للوردة بس حرام يعني يعني يصير الاعتذار بوردة حرام غالي حق مصاري. ما تكسفنيش أكثر منك. أنت ما تعرفش غلوتك عندي قد إيه. شو قولي عفوا شو قلتي؟ ما تعرفش غلوتك عندي قد إيه. غلوتي عندك قد إيه؟ قد إيه غلوتي عندك؟ طب ممكن لحظة شوية عشان أقول لك. لا أنا شوفي يا صفاء أنا مستحيل أكتب مستحيل. ده أنا ما تعرفيش أنت غلبتك عندي إيه بالنسبة لي. بتتكلم جد؟ والله بتكلم جد الجد الجد الجد. ويعني إثباتا لذلك أنا الليلة دي حجز تذكرتين تنتين علشان نشوف في السينما طبعا عشان نشوف فيلم أكشن. والله والله يا وردتي الحب صافي بحبك يا صفاء بحبك يا ماما يا وردتي الحب تربى صافي مستمع من ساكي ترم ترم يا الطرب ترم. بقول لك ايه يا صفاء هو واحد زائد واحد كم؟ واحد زائد واحد كم؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين. انا افتكرت حتقولي اثنين. شوفي الاثنين لما يحبوا بعض ويتجوزوا يجيبوا يبقوا ثلاثة. ثلاثة يجوزوا يجيب واحد يصيروا أربعة. أربعة يجوزوا يبقى هما عملوا كده بالعمر كده. نعم. طب ليش ما جبت مسكينة مسبحة؟ مو منيحة مسبحة الفلافل منيحة فيها بروتين بتغذي بعدين مشان سرعة البديهة ممتازة الفلافل. هلا نحن ناقصنا سرعة بديهة يا زلمة هلا نعم. بعدين إذا فاضي أهم شيء إنه لما بنكون جوعانين جوعانين. أنت رضيع مسكينة دي أفلام مصرية ها؟ حبك برص؟ يا الله إحنا عارفين شو بتحبك. جيبها بقى. يا اعمل لي قطوده فلافل بدي اياها بلبن ولا بلا لبن؟ ما في لبن ما في لبن ما في لبن عم شو نعمل لبن؟ سوي لي اياها بلا بندوره. ايه بلا بندوره بلا واحده. يا سيدي بتعرفي الفلافل بتغلي بتعرفي البديهه. يا سيدي يا زيو بتعرف أكل الجماعة بيفتح النفس. أنا سمعت لك إنه شايف هون بس كان يعمل سلام كثير مش هيك كان زكي. موضوع
ما بقى جوع. لا طيب لك بتتبع. لا انا ما في لبن. طب ليه ما جبت لبن؟ هذا ما بقى جوع. والله العظيم لبن من بلد نعمل ايران. حساسية على البروتين بعدين بقى هذا شو ها؟ ما بعرف بعدين شو هاي الأصوات سمعناها؟ مو لك هاي؟ لا عمر شبه صفاء اللعين ليه ما عم تحكي؟ صفاء قل لي بقى دورة بقى لك جبنا كاسة مي جبنا كاسة مي ما يشوف لها لبان ما في لبان قطعت من مي؟ لا قطعت من مي يا زلمة قسما بالله المي والكهرباء ما عم يجوا أبدا إنه احكي لنا شو صار معك أنت في شيء يعني موضوع شايفك مزعوجة شو ها؟ ما في بابا عم لك الصبح طب خلي خليني بلعب شو قلت بلعب الهو تأخرت بس بتعرف يعني عجقت المواصلات هي اللي أخرتني
شو بك حبيبي؟ لتكون عم تبكي لأني تأخرت؟ لا لا أبدا، أنا مو زعلان لأنك تأخرتي، عادي حبيبي. أنا حبيبي خلص، شو بك؟ شو صار لك؟ يعني أنت رجال ما بيصير تبكي، بعدين ليك شلقت العفاريت والدبب علينا. ما عم تطلع معي. شو هاي اللي ما عم تطلع معك؟ الجملة. حبيبي حدا من أهلك صاير له شيء؟ لا لا لا، بعيد الشر. لا طيب حدا من أهلي؟ لا كمان بعيد الشر. طيب رفقاتنا في حدا صاير له شيء؟ لا يعني إني كلهم قطعت بسبع رواح، ما حدا رح يصير له شيء. لك حبيبي هلكتني ورعبتني وخوفتني، شو في؟ حبيبي أنا بعد كم ساعة مسافر. نعم مسافر؟ أنا ما كنت حابب خبرك، بس شفتي أنا هذا اللي كنت خايف منه. لا تبكي بوس إيدك. وأنا ما فكرت شو راح يصير فيني. فكرت، بس حبيبي أنت بتعرفي أنا هون مستحيل أب على وش الدنيا. أنا إذا سافرت ممكن أب على وش الدنيا واشتغل وصير أحسن وارجع، بس أنا بوعدك إنه. بشو بدك توعدني؟ بشو؟ إنه تسافر هلا 10 سنين وبس ترجع تخطبني وتجوزني وكون أنا على النسب؟ لا خدي راحتك تجوزي، أنا هيك ما كنت رح وعدك، بس أنا بوعدك إنه ما رح أنساكي، وبوعدك كمان إنه نسيانك رح يكون بالنسبة إلي صعب، صعب أكيد صعب. حبيبي شبهك طولي بالك، شلقتي نفس الدبب والعفاريت علينا، نسيتي؟ حدا من أهلك كسر له شيء؟ لا. طيب من أهلي؟ طيب رفقاتنا؟ أبدا. طيب شبهك خير؟ شو صاير؟ خلص حبيبي أنا راح أشتاق لك. قولي هدول أهلي. لك حبيبي تروح وترجع بالسلام. أنا أشتاق لك كثير. باي باي. علي يا حبيبي انت وينه؟ ايه انا لسه اخذ بالكافتيريا. لا منيح اللي خلصت منه، يقطع عمره ما اساله. عامل لي فيها روميو كمان. ايه ليكو قاعد عم ينوح لي مثل الاصغر. طيب ماشي يلا ليكي انا طالعه. باي باي. الفيل بيمشي هيك وبيمشي كمان هيك. هذا الحصان بيمشي حرف ال. هذا 1 2 3 4 ال. هذا لا ال صغيرة، هاي ال كبيرة. ما بصير ال طويلة. شو
عندك حق. شبك سيارة رائد همام؟ عم نمزح معك. شو محلك تعرف وتحفظ انه المسدسات اللي معنا مانن حقيقيات؟ لا خلصنا انت ويا ولك، خلصنا. لا يا سيدي مو خلاص، والله مالين وطاقين، قلنا لحالنا بنجي بنتسلى معك شوي. شو علي؟ نتسلى احلى تسلاية انا وياكم. شوف التسلاية ما احلى. وليه؟ عندك بلاك؟ سيدي والله مالي علاقة. أنا مالي علاقة. مالي مالي مالي. هو قال لي لا، هو قال لي. تعرف شو متمني لي عالدنيا؟ شو متمني سيدي؟ شو متمني؟ هيك غمض وفتح، لاقي شيء هيك اسمه قانون ممحي من على وجه الأرض وطالع محله شيء اسمه قانون الغاب. سمعان في شيء اسمه غاب؟ وين غاب سيدي؟ وين غاب؟ مداوم ولا يوم؟ لا ما له. رح يصير ناديله سيدي. لك خليك عندك لك. هذا اسمه قانون الغاب، يعني هذا فيني أوسك أنت ويا بدون حسيب ولا رقيب. لا سيدي معقولة تعملها سيدي؟ بيعملها؟ ما بتعملها سيدي، بتعملها؟ مستحيل سيدي تعملها. ليش؟ لأنه نحن عشرة أمر. ولو سيدي نسيت أول ما أجينا لعندك لهون كنت عاملنا مثل أخواتك الصغار. الله وكيلك يا سيدي، ومالك يمين تحلفني إنه أنا بحسك مثل أخي الكبير. ايوه وانا كمان يا سيدي. بعدين لا تنسى سيدي انه نحن تقاسمنا الحلوه والمره وكنا دائما عايشين مع بعض، بيناتنا خبز وملح، نشرب من نفس الكاسه، بناكل من نفس الصحن. ولو يا سيدي على ذكر الاكل، شو متغدي اليوم سيدي؟ لا ما جات محاشي بس وشوية عصايص. كوسه ولا باذنجان؟ لا كوسه وباذنجان وفليفله. بس لما تاكل سوالف لك وين انت يا سيدي؟ لك خلص قسما بالله حط بنص راسك، عاملي روبن هود وباتمان ما هيك؟ خلص الو الو. نعم انا الرائد هما. ايوه احترامي سيدي. نعم لا سامر نادر عندي. ايه من عندي. ايه عفوا سيدي. لا سيدي. لا والله ما عم بضحك سيدي. شو القصه؟ شو تفجير وين يا لطيف؟ الحمد لله سياره محروقه مفحمه. الحمد لله وصاحبها للسياره مقطع تقطيع. شكرا لسه. طيب حاضر سيدي، لا تاكل هم، هلا بعمل اللازم. الله معك سيدي، مع السلامه. شو سيدي؟ مع السلامة. شو سيدي طمنا ان شاء الله خير؟ التفجير وهيك سيارة مفحمة وزلمة مقطع الحمد لله سيدي. الحمد لله. فولي جاد هيك اجى شيء نتسلى فيه سيدي. شو لك؟ لك مفكرني هيك كنت لي 10 ومش راس. اطلع برا سيدي. بس اطلع برا. لك اطلع برا انت وياه. لك اطلع برا. شو هاد؟ بالناس طيب طول بالك، هي صحيح حبيبه القلب ماتت وتفحمت وما عاد يبين منها اثر، بس يعني اللي خلقها بيخلق غيرها، وهالدنيا اسمها ونصيب. لا هلا انت هيك يا سي بتكوني عم بتواسيني. انا حبيبه قلبي راحت، يعني انا ما عاد فيني لا انحب ولا حب. حبيبه قلبي كانت قاعده هون، طلعت بوم فص بالحداد. بس لا تنسى انه دابت مع الثاني، يعني مو معك انت. لا 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 تقولي هيك، حبيبتي ما بتدوب مع حدا ثاني، حبيبتي متعودة على الدوبان معي انا، بعرفها. مستحيل تدوب مع حدا ثاني، مستحيل. هلا اللي راح راح واللي راح ما بيتعوض، اهم شيء بهالدنيا الصحة. بس بتعرفي شو الاهم من الصحة؟ انك ما بقى تواسيني، لانه مواساتك عم تجي هيك مثل البلوك على عيني وعلى راسي وعلى كل نافوخي. مواساتك مو ظابطه. يعني شو بتحب قلك؟ حبيبتك تبخرت؟ لا تقولي تبخرت، قلت لك بوم فص من الحداب، بس مو تبخرت. اي والله تبخرت. Thank you.
في داعي تروحي لهونيك؟ ليش ما في داعي؟ عن شو؟ الجساس متفحمة، وإذا متفحمة إلا ما يكون نافذ لشي إجر أو شي إيد وقدر أخذ شي بصمة. ماشي يا هما ماشي. عرف نادير؟ ايه قصاص الروحة على السيارة كلها كان بلاها. لك أنا سيارة قول ما تبقى بالسيارة صحيح. بعدين رائد همام والدكتور عينه ليش ما اجوا معنا؟ تفضل. شكرا. لك يا حبيبي يا نادير همام بيكون بالسكن تبعنا عم بيهف مثل العادة وعلم اساسا شو بيجيبوا الجثث محروقة مو بين منها غير اسنان البيض. آسف. بس بتعرف استنتجت استنتاج كثير خطير. شو اسنان البيض؟ أكيد هدول كانوا يفرشوا أسنانهم بانتظام مشان هيك بيض. عفاك يا نادر استنتاج ذكي جدا. صح. تعال وين رايح أنت؟ وين رايح؟ عفوا ليش من حضرتكم شو بدكم فيني؟ أنا خلصت قهوتي ورايح. خلصت قهوتك ورايح هيك على عفوا حسيتك شو بدك اسمعي شو ما بتبص عفوا لا توحصل حصل خير أنا لازم لا توحصل تعال هون صار لازم يروح. قلت لي مالك علاقة بالقضية ما؟ وهالسنكوحة اللي ماتت هي ما أنا حبيبتك؟ دير بالك عفواً هاي السنكوحة اللي عم بتقول عنا بتكون اسمها حبيبتي وإذا بنظرك هاي السنكوحة معت اللي عندك شو بيكون اسمها؟ عفواً اللي عندي مو سنكوحة اللي عندي شرشوحة. بس نادر بس يا نادر يا حبيبي زميلي المحقق لك أو لك أنت لك عم بشولي كله توسع إيه؟ زميلي قصده أنه أنت شاهد هلأ بساحة الجريمة وممنوع تغادر لحتى ناخد أقوالك. ساحة الجريمة هنيك مو هون. ساحة الجريمة هنيك مو هون وأنا شاهد من هدول الشوي أخي أنا كشاش حمام. كشاش حمام؟ طبعاً. اعود نقبر كش هون لبين ما نفضالك. يلا عاد أشوف عاد ناخد أقوالك بعدين نشوف شو نتصرف معك. كشاش حمام التبني تيكو ماشي يا حمام ماشي نفسي بعدك يعني كمان مو على البيت خير ان شاء الله خير ان شاء الله. أنا رح أشتكي وما رح أسكت بلوم. ها فشل راس قلو قلو سامر خسرت. لك يا حبيبي كلاس ما بيغبل على طحان. قلو سامر خسرت. بعدين عصفور بالإيد أحسن من عشر على الشجرة. بطل رجان قلو قلو سامر خسرت. عفوك كاسات كاسات شو مشان أخذه معي شو ها أخذته أنا يعني بفهم من الحالة إنكم رح تتركوني ولا لا؟ مت
حط ايدك على وجهي وشيل ايدك احسن ما خربط لك واجهتك وخلي الحمام يغردها ويرفرق بوجهتك لانه انا بلشت كثير على هلا شلون بدي اسحب الكلام من تمه بعد ما سديت له بوزه ولو لا تقلي بالاستشعار عن بعد احسنت انا بيعجبني فيك ذكائك الخارق يا نادر عفوا بعد اذنك زبالي ما هون تنحط هون سدد لك انت حاولتنا شبك لسه رايح جاي رايح جاي مكوك الحايل مين ها شغل وين سدد زبالي هاي يا نسر المرة المليون بقول لك أنا ما دخلني بشي وما بعرف شي للمرة المليون بقول لك أنا ما دخلني بشي وما بعرف شي يا سلام إن شاء الله كل ما حكيت كلمة بدك تكتبيها حرفيا هيك لبكرة ما مخلص إيش عليه من دل لبكرة المهم نرجع لموضوعنا أنا موضوع اللي عم نعيد ونفتك فيه صرنا طول الوقت الله يوفقك أنا خلصت ورديتي هلا يا دوب شألح أشوف خطيبتي وبعدين عندي بدي أروح على شغلي الثاني الله يوفقك صديقي وممكن أعرف ليش عم تتهرب من الحكي معي؟ أنا عم بتهرب من الحكي اسمع ولا السمعة اثنين قاعدين مضروبين على قلبهم جنب بعضهم عم واحد ضل قاعد وهديك راحت معي اللي بتخونهم أنا شو دخلني بين فيلم المكسيكي ممكن أعرف؟ خلصنا دوق شكراً دوختوني دوختوني أنا ما بعرف شيء ولاني مسؤول عن شيء ولاني دريان بأي شيء كل القصة بدي اتيسر وامشي بس ولك بدك تحكي وتعترف بكل شيء بتعرفه اعترف بشو؟ اعترف مين فجر السيارة ومين له مصلحة يفجر السيارة ومين كان راكب مع حبيبتك وقت تفجير السيارة ومين له مصلحة يقتل اللي كان راكب مع حبيبتك بالسيارة ما بعرف ولا دخلني ولا بعرف حبيبتي اصلا مع مين طلعت مع مين اجت مع مين فاتت وانا كل القصه انه هلا لازم كون بالمطار مشان سافر حتى حتى تهرب لا مو اصلا انا ليش بدي اهرب من شيء اصلا انا ماني عامله كل القصه وما فيها انه انا بدي سافر لبرا حتى اشتغل شوي وامن حق دواء لامي المريضه امي امي عم بتموت كانه معه حق يا سالم وكلامه منطقي يا نادر بس السؤال اللي بيطرح نفسه هلا مين هو القاتل انا من ناحيتي بشك انه في جريمة قتل شو قصدك؟ قصدي اقول خايف تكون كاميرا خفية ها برافو عليك وانا بالاساس حسيت انه شواربه ودقنه وحواجبه تلزيق عندك نحن رح نفوت جولة تفتيشية ونرجع فخليك قاعد عندك بحرية يا ريس الشرقية يا ريس ضحى تعي لهون تعي لهون شو عصبت يا تلاي معصب من الدكتور عيلة من اللي واقف فوق الجسر وعم يصورها لك يخرب بيته لك يخرب بيته من حاله ما بيفهم هذا البني آدم مو ناقص غير يتصور مع الجسر سيلفي منو هاد شاهد عيان سيدي سيدي فيني امشي انا تفضل الله معك شكرا لك لا لا ما فيك لا امشي ولا لا حيرتوني شلون ما يمشي يعني ما اخذت افاته اي بلا اللي كانت لك خلاص عم بحكي سيادة الرائد أنا كنت عم أخذ أقوى الحبيب قلب المقتولة وما لحقت لسا هلأ نعم شلون؟ لك خلاص أنت يا بني آدم خلاص؟ لك شو عم تسوى؟ لك بدي أعرف لك بدل الجسي صار عنا جستين لك انفجار بنص الشارع بنص البلد لك شو أنتوا شو أنتوا؟ لك مو بس أنتوا لك لهلأ الجوز ما اجوا في جوز بلدي بأربعة ومئتين هلأ تايواني بستر بثلاثة ومئتين بس بوز سيادة الرائد عم يحكي اي جوز سيدي شان مقدوس يعني لك مو مشان مقدوس وين نحن وين اي جوز سيدي لك الاخوين شوقي ايه ايه جايين على الطريق شو بتحبوا تشربوا سناك في فريش عندك برتقال ايوه مع الفصول الاربعه فصول الاربعه مسلسل تلفزيون ايه بدي اتفرج عليه جيب لي على سيدي جيب لك على سيدي ميلك شيك حاضي انا بدي لك يقطع عمرك يقطع عمرك روحي خلي اشياء فاتو روحي جوز بلدي
يخلصوا الأربعة مسلسل. هذا اللي ناقص. بس والله بتفرش عصير. وين الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ ليك لا مو هي. أنا كاميرا الكاميرا الخفية. الكاميرا الخفية ليش في برنامج للكاميرا الخفية؟ اعترفوا لك. بشو بدي اعترف؟ قصدنا وين الكاميرا تبع مراقبة المحل؟ هيك شغلكم ما بيصفي عندي، شغلكم بيصفي وينه؟ مينو؟ ليكو. عفوا يا وينو؟ ليكو تفضل. لعندي بسرعة لو سمحت. تفضل. أموره مين؟ واحد حمص بيروتي. واحد حمص بيروتي. واحد فرج مسحب. أنا مسحب معنا. نادر؟ معناتها جيب لنا واحد مشوي ونحن بنسحبه. واحد عفوا ما في لا مشوي لا مسحب. نادر ما بدها المسخرة تبعك هيك. اسمع يا ابني. تفضل. صار حمص بيروتي. حمص بيروتي. كثر لي الحمص. سامر! فينا نعرف وين الكاميرا تبع المحل؟ كاميرا. كاميرا المراقبة. هيك. لك مو هي. كاميرا المراقبة اللي بتنحط هيك فوق مشان يراقبوا المحل. المراقبة. سريع سريع. ها ليكا بالزاوية. اي والله فعلا هي. في وحدة ثانية هون كمان في الزاوية الثانية. صح مزبوط ليك وين؟ والله حطها. تريدوا مني شيء ثاني؟ لا شكرا شكرا. شكرا. الله معك. سامر لازم نوصل لنتيجة والا ببعد لنا بعيد وما بنزعج ونوصل لنا ببعد لنا. بدي اشبع انا، انا اللي بدي اشبع مو انت. ورجينا صورة السيلفي. ورجينا صورة السيلفي. مو ظابطة، صورنا وحدة ثانية. خسرت. لك يا عمي لك ريما بكون لك باريس عم تتفتل بشوارعها. هذا إذا ما كان دبرت لي شي عريس عم تتصور هي وياه سيلفي وأنا شو محبوسة هون هون بين أربع حيطان. قلت لي بعد لقمة لقصي بعد لقمة لقصي. وأنا قصي لجب أنخ بعدت لك حمد التاني. طولي بالك علي حبيبتي بس فهمي السيرة. عم اقول لك شغله كبيره مو لعبه. لكان جريمه قتل وسياره متفجره. سكربينتك انت زين كسر الكعب. روح عند ابزكي. رح ابزكي الكندرجي ناس حارة. لك لا شو عم تحكي هلا؟ انا بس اطلع من الكافيتيريا بحكي معك بلاقي لك فور. لك شو متهم ما متهم؟ انا ما دخلني، انا شاهد وبس. صديقي مطول ولا نعدي لك الرائد همام؟ لا خلص خلص رح اسكر سكر فورا. شو نزعزع يا سيادة الرائد؟ خليه مرتاح سيادة. بحكي معك بعدين. خلص روحي هلا روحي. هي سكرت بوش خطيبتي انبسطتي؟ ايه يلا انبسطت. وين صرنا؟ بنرجع لحديثنا. قول شو وين ما بدك؟ دير وشك انت ويابلك. رفع ايدك منيح. خرب بيتك منا كله. لك رفع ايدك. لك رح تجنني انت. لك سباتوا لك. سباتوا واقف على رجلك منيح. نعم ضربك انت وياه. لك يا حيوان. اسمع بدي اعرف شغله واحده بس. انه كيف بتزبط معكم؟ لك كله غليون وشقف الطابه. لو سمحت سيدي. لو سمحت كل شيء الا غليون سيدي. وكل شيء الا طابه سيدي. لانه بلاها ما بنسوى شيء. من نزل ايدك لك. لك نزل ايدك. لك نزل ايدك للتنتين ولك. نزل ايدك لك. اسفين سيد سامر الطريقه الهمجيه اللي عاملناك فيها بامكانك تتيسر. شكرا سياده الرائد. وانا كرمالك هالمره راح اسكت. يعني المسامح كريم. عفوا بس انا وين حطيتها؟ شو هي؟ اداة الجريمة. عفوا لا صار في عندي لخبطة بس. الموبايل. موبايل.
لا تعذب حالك سيد سامر. اللي انا بناولك يا بلا هالاسلوب الحراميه. بس شو هالموبايل هذا شو نوعه؟ البطريق. بطريق؟ شلون بدقها؟ هو بدق بط 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 ريق ريق ريق. بس اوعى تبطبط عليه، خليك معه بالريق. ريق ريق؟ شوف قال لا تبطبط، ريق ريق بس. إيه فعلا هذا نوع البطريق. تعرف انه البطريق نوع من انواع الطيور؟ ايه بس بيطير بس ما بيعلق. لك خلص لك ناولوا الجوال للزلمه. حاضر سيدي حاضر سيدي. عفوا مسامحين. ايوه لك الو قول له انا ماني هون. ايه ايه سامر ايوه سيدي ايوه بدك تخلص. ما ضربها هو. انا سيدي ايه سياره الرائد. ناولوا الموبايل. التليفون لك سيدي. لك بلا ما اسحب التليفون. انا شو احكي لك نادر. خلص بقى ناولوا الجوال. شو امسك عم امسك. شكرا يا عمي ارجع صاروخ قصيبه. ايه تعال لك وين رايح يا هالعشاء؟ فكرت تهرب من المحققين المبدعين سامر ونادر؟ تعرفوا انه كل شيء صار معكم هيك بالصدفة؟ خلاص ولا حرب ولا نفس. خسرت. شكرا يا حسرتي لك فقير فقير يو قال شكرا نو. Para.